اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج سفره سالي. النهارده ان شاء الله هنعمل الحلقه كلها بالرمان، هنتكلم عن الرمان وهنعمل مع بعض دبس الرمان ووصفات بالرمان ان شاء الله، سواء حلو او حادق، كل حاجه ومشروبات كل حاجه. هيكون معانا برضو ضيوف، بس قبل ما اقول الضيوف عايزه اقول كل سنه واولاد مصطفى طيبين، مريم ومحمد عيد ميلادهم النهارده، كل سنه هم طيبين. مصطفى بلاي اوت عندنا هنا في القناه. وان شاء الله هيكون معانا الطفله سما محمود، وهي 11 سنه من الاسماعيليه، وهتقدم لنا وصفه هيبقى بيكاتا الفراخ بالمشروم. وهيكون معانا ان شاء الله كمان موضوع مهارات تربيه الاطفال مع الاستاذه اسماء يوسف، مدرب مهارات حياتيه وتربويه معتمد. تمام، نبتدي بقى اول حاجه وهي دبس الرمان. هنبتدي نعمل دبس الرمان البيتي، بعد كده هنستخدمه في كل الوصفات. عشان نعمل دبس الرمان البيتي هنحتاج معانا لتر عصير رمان. لتر عصير من الرمان يتعمل ازاي؟ بان احنا نجيب فصوص الرمان نضربها في الخلاط ونصفيها. تمام، فصوص الرمان بنضربها في الخلاط، ممكن نزود ميه بسيط قوي، بس يا ريت يعني نحاول على قد ما نقدر يبقى قليل جدا، ما نزودش قوي عشان احنا لسه عايزين نبخره بعد كده. ونصفيه كويس من الايه، من كل حاجه بقى، من البذور ومن كل حاجه. عندنا عليهم على لتر العصير عندنا كوباية سكر فركتوز، مش سكر أبيض يا ريت عشان يبقى صحي معانا، وممكن الاستغناء عنه تماما، يعني ممكن استغناء عن سكر الفركتوز أو إن احنا نحطه، الفكرة بس الفرق إن هو بيكثف لي القوام أسرع. تمام، طيب عندنا كمان نص كوباية عصير ليمون على اللتر بحاله، ممكن تقللوه لربع كوباية حسب ما تحبوا. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحط ده على النار، بنحط عصير الرمان الطازة اللي احنا عصرينه في البيت، والفركتوز سكر الفركتوز لو حابين، مش اساسي بس لو حابين ممكن تحطوه. هي الفكره بس ان بيأثر وقت الايه اللي بياخده على النار. وبنحط عليه عصير الليمون، كل ده بنقلبه يغلي. اول ما يغلي معانا هنوطي النار ونسيبه على نار هاديه لغايه ما يتكثف معانا. نصيحه ما تعملوش اقل من لتر من العصير، علشان بياخد يعني على ما يتكثف لتر هيطلع لنا تقريبا هي كوبايه، لان كل الميه الزياده دي بتتكثف وبتروح يعني بتطير بتتبخر قصدي، فاللي هيتكثف معانا هيبقى تقريبا من اللتر تقريبا كوبايه واحده. في الاخر هيدينا القوام التقيل ده زي ما احنا شايفين، شايفين قوامه عامل ازاي اهو، شايفين تقله بيبقى كده في الاخر. تمام، طيب طبعا ده هياخد وقت على النار طويل جدا، هياخد مش اقل من ساعه لغايه ما ايه ما ياخد معانا القوام اللي احنا عايزينه. احنا طبعا لازم نقلب كل شويه، ولو عمل معانا ريم على الوش بنشيله ونقلب على نار هاديه طول الساعه دي، ونشيل الريم اللي على الوش لغايه ما نلاقيها ابتدت خلاص بتتقل كده في القوام وبتبان. تعرفوا ازاي؟ بانكم تحطوا المعلقه، وده اللي هوريه لكم دلوقتي. يعني احنا مثلا معانا دلوقتي اللي على النار عامل ازاي، خلينا بالمعلقه دي اللي على النار عامل ازاي، تعالوا نبص كده مع بعض، بصوا خفيف ازاي، ميه ميه خالص اهو. تعالوا نشوف بقى اللي متكثف لما يفضل يغلي على النار ويتقل معانا، تعالوا نشوف بقى قوامه عامل ازاي لما نحط المعلقه ونلاقيها عامله كده معانا. شايفين ماسكه ازاي على المعلقه، تقيله زي العسل، ساعتها نعرف انه خلص معانا. نطفي عليه نسيبه يهدى ونعبيه في ايه، هنعبيه ساعتها في اي حاجه تكون ازازه تكون معقمه، ونحطه برده احتياطي في الثلاجه، ويبقى دبس رمان بيتي احنا ضامنينه وعاملينه بنفسنا.
طبعا الرمان فوائده غير عادية وهنحكي عنها ومذكور في القرآن، فمن الحاجات اللي فعلا غنية جدا جدا بكمية حاجات، فيتامينات، معادن، مضادات أكسدة، بصوا داخل في كل حاجة، يعني فعلا بيعالج حاجات كتير جدا جدا في الجسم، بيعالج حتى الأنيميا لأنه مليان حديد، فمن الحاجات المفيدة جدا جدا. طيب نعمل دلوقتي بقى الريش بدبس الرمان، هقول لكم على المقادير. معانا 6 قطع ريش بتلو أو ضاني، معلقة كبيرة ثوم مفروم، 3 معالق كبار دبس رمان، 2 كبار صويا صوص، 2 كبار زيت، 1 كبيرة بصل بودرة، 1 كبيرة بابريكا، 1 كبيرة بهارات لحمة، وملح وفلفل أسود. للتقديم معانا بطاطس تكون ويدجز مشوية. مفيش اسهل من كده، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنخلط كل الحاجات دي مع بعض وندخلها بعد كده، نتبل طبعا بيها وندخله الفرن. لازم الفرن بس يبقى على نار عالية، شغله من دلوقتي اكد ان هو يبقى على نار عالية عشان ياخد شك الاولاني وينزليش مية. توم، دبس الرمان، لازم شايفين القوام بتاعه لازم يبقى كده زي العسل، ده القوام المظبوط بتاعه. صويا صوص بيكون سائل، بعد كده بودرة البصل، البابريكا، بهارات لحمة، لو حابين تحطوا نحط فلفل ده اساسي، مش لازم ملح بقى علشان احنا حاطين صويا صوص فمش لازم ملح. كل ده بنخلطه كويس جدا جدا مع بعض. اداني عمل زي عجينة كده بيست، هبتدي احط فيها اللحمة ونخلط. يفضل يتساب في التلاجة كده ساعة قبل ما ندخله الفرن عشان يشرب الطعم. نبتدي بعد كده نرصه وندخله الفرن زي ما قلت على نار عالية جدا، وبعد كده نوطي النار ونسيبه يستوي. وما بياخدش وقت قوي، دايما اللحمه اللي بتبقى عند العظم بتبقى سواها اسرع. يا مصطفى كل ده عشان اكلت النهارده شوفان. عايزه اقول لكم مصطفى جاي النهارده طاقه ما شاء الله ما شاء الله على الطاقه. اكتر حد بيتكلم النهارده في القناه هو مصطفى. مصطفى المخرج العظيم سامعك لغايه هنا وانا مش حاطه الايربيس، تخيل بقى كل ده عشان الشوفان. نحط ده في الفرن. خمس دقايق او 7 دقايق على نار عاليه جدا، وبعدين نوطي بحيث ان هو يبتدي يستوي معانا. بس كده هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض الوصفات. اهلا بيكم معانا من الفاصل، وانا بفكركم احنا عملنا الاول دبس الرمان البيتي، بعد كده عملنا الريش ودخلناها الفرن، طلعها كمان شوية، ودلوقتي بقى هنعمل مع بعض برضو من دبس الرمان، هنعمل ميلك شيك الرمان وهنعمل سلطة الجبنة الحلوم والرمان. خلينا نبتدي بالسلطة الأول. معانا جبنة حلوم متقطعة شرايح رفيعة، سواء تتقدم كده أو مشوية زي ما تحبوا، يا كده يا مشوية. معانا كمان كوباية أوراق جرجير وحبوب رمان، ومعانا
معلقتين كبار بقى للدريسنج، دبس رمان بيتي، معلقه كبيره عسل ابيض، معلقه كبيره عصير ليمون. وعلى فكره للي مستكفي بالتسكيره بتاع دبس رمان مش محتاج يزود العسل الابيض خالص. معانا معلقتين صغيرين مستردة او معلقه واحده برضو تكفي، وربع كوبايه زيت زيتون، وربع معلقه صغيره بصل بودره، ورشه ثوم بودره، وملح وفلفل اسود. تمام، هنخلط كل المقادير دي مع بعض كصوص. زي ما قلت العسل لو بتحبوا الحاجه مسكره، لكن في الوصفه دي مش لازم عسل، لان احنا معانا دبس الرمان مسكر اصلا، فمش محتاجين ان احنا نزود العسل، بس ده لحسب الرغبه، اللي عايز يزود يزود، لكن انا مش هزوده في الوصفه. تمام، معانا بعد كده عصير ليمون، ما نكترش برده، لان برده دبس الرمان مزز، يعني مزز ومسكر في الاثنين في نفس الوقت. عندنا بقى المستردة حسب رغبتكم، معلقة أو معلقتين، أنا هحط معلقة واحدة. أوبس. عندنا بعد كده بودرة البصل وبودرة الثوم، بيفرقوا جدا في الطعم، بيظبطوا الطعم جدا، أنا على طول بعملها في البيت. وطبعا مننساش الملح والفلفل، لدرجة بعمل كده كمية وبحطها في، ممكن تتحط في الجار كده في التلاجة. والملح والفلفل، بس لما بعملها بكمية بحطش ليمون بقى، بحط شوية خل بس عشان الليمون مع الوقت بيبوظ، لكن الخل بيفضل، فبتفضل معايا فترة حلوة في التلاجة. تمام، حلو قوي. نظبط بقى نحط السلطة. طبعا برضو من السلطات المفيدة جدا، لان السلطة دي غنية جدا بالحديد. مبدئيا معانا فيها الجرجير، والجرجير من برضو من الحاجات اللي مليانة حديد، لانه غامق في اللون، الحاجات الغامقة احنا عارفين انها بتبقى دايما غنية جدا بالحديد. عندنا هنا بقى الجبنة البروتين اللي بتساعد جدا على الشبع، وعندنا الحاجة اللي لونها جميل جدا هو الرمان اللي بيدينا اللون الحلو الأحمر، ومعانا عين الجمل بنحطه برضو، من الحاجات اللي بتفرق جدا في السلطة. ومعانا الصوص، بفضل دايما يتقدم في صوصيرة جنبه، بس انا هحطه دلوقتي على طول عند التقديم، بنحطه على طول، لكن لو احنا هنطول يبقى ما نحطوش، ممكن بصوصيرة كده تتحط جنب. تمام جدا كده، هحط بقى السلطة دي قدامنا بالشكل ده. طيب نبتدي بقى نعمل الميلك شيك. هقول لكم مقادير الميلك شيك اللي معانا. لحظة، معانا كوباية عصير رمان، كوباية لبن مثلج، وممكن الاستغناء عن اللبن المثلج بما ان احنا معانا برضو الايس كريم، ومعانا ايس كريم فانيليا حوالي كوبايتين، وعسل ابيض للتحلية لو حبيته. تمام، احنا ممكن نستغنى عن العسل وعن اللبن، يتحط بس الرمان والايس كريم. يعني انا بحط الوصفه وبقول لكم ايه البدايل، انتوا تقدروا تغيروا ايه وتحطوا ايه. هو الايس كريم مسكر والرومان مسكر، بس في ناس بيحبوا لا زياده سكر، فايه نحط العسل بدل السكر. حسيتوا انها لا لسه عايزه تسيل اكتر وده اشك فيه، ساعتها تحطوا شويه لبن لو عايزين، او نستغنى عن اللبن، لان احنا كده كده في الايس كريم معانا الايه اللبن اللي جوه الايس كريم، فكفايه مش محتاجين نزود لبن عليه.
ده هيبقى القوام بتاعنا. حابين ان احنا نزود ونخففه شوية، ممكن نزود اللبن، بس انا هزود عسل علشان انا عارفة هنا ايه ممكن يحبوه مسكر شوية. دايما بنتسأل مين بياكل او بيشرب الحاجات دي، طبعا الناس بتتعب هنا ورا الكاميرات يعني، وعندنا ناس كتير في الكنترول وناس كتير ممكن يدوقوا، ف بحب ان الحاجات تكون برضو على ذوقهم. تمام، نبتدي بقى نظبط الكوبايه علشان نحط فيها عادي، نحط فيها الرمان، عايزه احط فيها دبس الرمان البيتي، بس نلم كده قدامنا عشان ايه الدنيا تبان معانا. حاضر. بص كده على الفرن، تعال نشوف اللحمة ريحتها خطيرة، مش عايزة اقول لكم يعني، فاضلها بتاع 3 دقايق ونطلعها دي الريش. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنزل شوية من دبس الرمان البيتي بس كده في الطرف عشان نشوف يدينا اولا شكل حلو في الكوبايه كده، وفي نفس الوقت نبقى شفنا برضو ايه دبس الرمان البيتي يبقى جميل قوي ازاي، وده القوام المظبوط بتاعه زي العسل، قوام العسل بالظبط. بصوا بقى ده اللي بيدي الشكل الحلو قوي لاي ميلك شيك، ان احنا نعمل الحركات دي. تمام جدا، ممكن نحط شويه رمان على الوش كده حركات. بس كده بكده احنا خلصنا الميلك شيك، السلطه، دبس الرمان البيتي، ناقص بس الريش، والريش دي ممكن اعتقد نطلعها بعد دلوقتي. او خليني عشان ماخدش وقت انا هبتدي ارص كده، عندنا الويدجز هتترص كده في الجنب هنا، وهطلع الريش بعد كده، هرص انا الكلام ده كله لغايه ما ترجعولي من الفاصل، عشان معانا ان شاء الله بنوته هتطبخ، نشوفها بقى بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، واحنا دلوقتي منوراني سما، ازيك؟ الحمد لله. انت جايه من الاسماعيليه؟ جايه من الاسماعيليه. منوراني. انت عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. اهلا بيكي. بتحبي المطبخ صح؟ انت هتقدمي لنا وصفه ايه النهارده؟ هعمل لكم البيكاتا. هتعمل لنا البيكاتا، قولي لنا بقى على المقادير. طيب يلا بينا. معانا ملح وفلفل
وصدور الفراخ والمشروم، ومعانا بصله متقطعه، ايوه، وخمس فصوص ثوم مفرومين، ربع معلقه صغيره من السكر، دقيق، معلقه كبيره دقيق، وكوبايه لبن، ومعانا معلقتين قشطه. ايه الشطاره دي؟ حاسكي بتقدمي برنامج بجد. طب يلا بينا، يلا ابتدي بقى اشتغلي على طول، وانتي تعاملي على طول مع كده الجمهور كده واتكلمي معاهم كانوا البرنامج بتاعك. ماشي يلا. مطبخ سما هتقدم لكم بيكاتا الفراخ. عايز تتكلمي؟ يلا. ماشي. هنجيب صدور الفراخ وهنحط عليها الملح والفلفل الاسمر، وهنخلطهم كويس جدا، ولازم يكون الملح والفلفل في كل صدر من صدور الفراخ. دلوقتي هنبدأ اننا نحطهم في الزيت. الطريقة ديت هنبدأ نضيف صدور الفراخ. وعلى ما دول يتحمروا نستناهم خالص لحد ما يتحمروا، بعد كده هنضيف بقية الكمية. بعد كده بعد ما يتحمروا هنبدأ نحطهم في طبق غير الطبق اللي كانوا فيه، يعني طبق واسع شوية، وهنبدأ ننزل بالبصل. طب أنا عايزة يا جماعة تونج، حد يجيب لي تونج بس. برافو عليك. قولي لي انت مش موجود. لقينا. يلا امسكي دي احسن عشان دي هتعرفي. بصي تعملي كده، يلا بي. برافو. قولي لي انت بقى لغايه ما ده يتحمر، عشان هسيبك بعد كده تكملي كلام. انت عندك اخوات؟ اه. عندك اخوات قد ايه؟ عندي اربعه وانا الخمسه. بجد ما شاء الله. انت اصغر واحده؟ لا انا الكبيره. انت الكبيره، يعني كلهم صغننين؟ عسل. انت الوحيده بتحبي الطبخ ولا هما كمان؟ لا انا بحب الطبخ وهما لسه صغيرين، ما دخلوش المطبخ قبل كده. اوكي. وانتي طبختي ايه بقى لغايه دلوقتي في البيت؟ انا بعمل حاجات كتير، بعمل كل حاجه. بتعملي كل حاجه؟ مامي بتخليكي تعملي كل حاجه؟ لا ماما ساعات بتقف جنبي عشان الزيت. طبعا شطوره جدا بجد، متمكنه قوي. بتعملي حلو اكتر ولا حادق اكتر ولا الاثنين؟ لا الاثنين الصراحه. الاثنين. برافو عليكي. الثقه ايه؟ انا هجيب لك طبق عشان تنزلي. بصي الطبق ده ممكن تنزلي فيه الفراخ اللي متحمره عشان نقدر نعمل الصوص. ماشي. احنا مش لازم نعمل الباقي ده عشان توفيرا للوقت. ماشي. يلا حطي بقى كده. ايوه خلي بالك على ايديكي. برافو برافو. هنحط بعدها بقى. قلتي ايه؟ يلا هسيبك تنطلق.
نبدأ دلوقتي نضيف البصل والسكر. البصل والسكر تمام، ممكن تنزليها بالثوم او ماشي بالمعلقه. انتي اصلا ممكن تكملي بالمعلقه بالمغرفة. هنقلبها لحد لما البصل يدبل، تمام، وبعد كده هننزل بالثوم. مصطلح سليم 100%. 11 سنة يا جماعة. وكمان في الطاسة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها بتبقى فيه حاجات سودة في الطاسة، دي مفيدة جدا، بتخلي للصوص طعم وريحة جميلة جدا. صح كده، بواقي الفراخ. يلا نحط اللي بعد. هنبدأ نضيف الثوم، وأول لما نشم ريحتها هنبدأ ننزل بالمشروم. المشروم عادي لو فريش أو معلب مش مشكلة. يلا انزلي بالمشروم. واول لما المشروم يبدا يدبل هبدا اني اضيف الدقيق بتاعنا. تمام. لا اللبن والقشطه دول في النهايه، دول في النهايه. انا هطالك الدقيق اهو، واللبن والقشطه بعيد شويه. يلا بينا. طيب المشروم كده بدا يدبل، هبدا اني اضيف الدقيق. عايزه ميه مغليه. ميه مغليه كوبايه ونص. حاضر. موافقه النهارده ان انا اشتغل عندها. وبعد كده امتى بقى تحطي الميه عليه؟ مش مشكله مش مشكله عشان ما تلسعيش، سيبيهم. هي الترابيزه نظيفه فاحنا ايه هنحطهم تاني، لكن لو الترابيزه مش نظيفه يترموا. يلا دلوقتي ابدا اضيف الميه المغليه. ماشي انا هحطها لك بس تقيله شويه. ماشي كوبايه ونص. يلا تقلت القوام جميل. الدقيق مع المية المغلية عملوا صوص. يا سلام يا سلام. بعد كده هتحطي ايه بقى؟ ودلوقتي هبدأ اني اضيف صدور الفراخ اللي احنا كنا حمرناه. صح. هنرصصهم. ممتاز. وهنبدأ نضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والملح. تمام. وناخد مكالمة لغاية ما تقلبي. ألو. أو خدي أنت مكالمة قولي ألو. ألو قولي ألو. ألو ألو. من عينة؟ أنا ملك. إزيك يا ملك؟ الحمد لله. عاملة ايه النهاردة؟ كويسة. كملي. ألو ألو. ايه؟ عندك سؤال النهاردة؟ أنا كنت عايزة بس أكلم الشيف أسلم عليها. أهلا بيك يا مريم. يا ملك.
يا ملك. يا ملك ازيك يا شيف؟ ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ انا بحبك جدا جدا يا حبيبتي. انا كمان جدا. طب يا شيف ممكن اطلع معاكي في البرنامج؟ طبعا تنوريني. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. تنوريني يا حبيبه قلبي. تقفليش وقيريني تاخد رقمك. شكرا على المكالمه. يلا بينا. ودلوقتي بدأت تغلي الميه. الصوص اني اضيف كوبايه اللبن والقشطه. والقشطه وهياخدوا غلوه وهنطفي عليهم. بصوا بقى الصوص المظبوط ده يا جماعه خطير خطير مع الفراخ والمشروم. بجد ايه الشطاره دي؟ ايه الشطاره دي؟ ابهرتيني. انتي ابتديتي تصوري فيديوهات كده وتنزليها على يوتيوب؟ من زمان. بجد؟ والله متوقعت. والله ده لازم اكيد. اسم القناه بتاعتك ايه؟ مطبخ سما. مطبخ سما. شطوره شطوره بجد. شطورة بجد. نزلتي كام فيديو لغاية دلوقتي؟ أنا لحد دلوقتي منزلة أكتر من 33 فيديو. إيه ده؟ معقول؟ وعملتي إيه الوصفات اللي عملتيهم؟ عملت الكوارع. إيه ده؟ يعني أنا صدفة بقول في الأول مطبخ سما. والله العظيم صدفة. مش ممكن. عملتي إيه بقى؟ الكوارع؟ عملت الكوارع. آه. وعملت البامية. أيوه. وعملت القلقاس. وعملت الملوخية. أيوه. وعملت البكاتة. عملت البكاتة وعملت البناكوتا أكلة إيطالية. حلو قوي. شطورة. وعملت حاجات كتير من نفس الأنواع. كل الأنواع. برافو عليكي بجد. برافو عليكي. انتوا عارفين انا يعني بيجيلي طلب كتير قوي من اطفال وبيتقال مثلا فلانه بتعمل كذا وفلانه بتعمل كذا، وانا ببعت طبعا الاعداد على طول عشان ايه، بس لما بيجولي الحلقه بكون نسيت مين فيهم، بكون نسيت. فانا اول ما شفتك حسيت انتي مطبخ سما. بجد مش ممكن، يعني جت معايا صدفه فعلا. بجد مبسوطه بيكي قوي. انتي لما تكبري نفسك تبقي ايه؟ نفسي ابقى دكتوره تغذيه علاجيه. واحدة عارفة يا جماعة اتولدت كده عارفة هي عايزة ايه. يا هو ده. والله العظيم انتي نورتيني النهاردة. ربنا يوفقك وتحققي نفسك فيه ان شاء الله. ان شاء الله. جميلة. انتي ليكي هدية بقى، معاكي هدية من دي انترتينر. شكرا لدي انترتينر، هما سبونسرنج الحلقة للسيجمنت دوت. انتي نورتيني بجد، الف شكر. وبجد اسعدتينا النهارده بالوصفه الرائعه دي. تعالوا نشوف شكل الوصفه لما تطلع بقى وتكون استوت. حاجه كده فخمه ورائعه مع طبق السلطه. حاجه جميله جميله جدا. تسلم ايدك. انا هلفها لكم عشان تبقى الناحيه اللي هي طبختها كده قدامكم شايفين. وطبق السلطه اهو. حاجه جميله. تسلم ايدك بجد، نورتينا. هل عايز تقولي اي حاجه ونروح فاصل؟ عايزه اقول ان كل الاطفال يدخلوا المطبخ بس يكون مامتهم معاهم عشان مش يتحرقوا. ايوه صح كده. برافو عليكي. انت عارفه ممكن تشتغلي ايه كمان؟ ايه ينفع معاكي جدا؟ ايه عارفه الفيديوهات الكرتون؟ ممكن تشتغلي فويس اوفر عليها. فويس اوفر يعني اللي هو انت تقولي الصوت اللي ينزل على الفيديو بتاع الكرتون. تنفعي جدا. حبيبتي نورتيني. يا رب يا رب الحلقه الفقره تكون عجبتكم. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، ونرحب بالاستاذه اسماء يوسف، مدرب مهارات حياتيه وتربويه معتمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا سيدي. منوراني. ميرسي حبيبتي. بنور. احنا تربيه الاطفال وقصص تربيه الاطفال طبعا يعني موضوع كبير جدا ومش ما بيخلصش بصراحه. صح. لان ليه حاجات كتير وتفاصيل كتير، والاهالي بصراحه مش دايما بيبقوا عارفين.
لقينا مثلا مؤخرا ان في جروبات وعلى الفيسبوك وعامة جروبات على الواتساب يبتدوا يتكلموا ازاي ندرب او ازاي نربي الولاد بشكل صح والكلام ده كله. انتي تشجعي حاجة زي كده ولا لا؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ هو انا رايي الشخصي يعني انا بشوف ان زي اي حاجه في الدنيا ليها ايجابيات وليها سلبيات، ولكن سلبياتها بحس ان هي اكتر شويه، لان خليني اتفق معاكي ان في فروق فرديه وكل بيت ليه ظروفه وكل حاله ليها تفاصيل معينه. ما ينفعش انزل مشكله كده عامه على الفيسبوك والناس كلها كل حد يبدا يقول لي رايه من وجهه نظره من وجهه خبراته بقى والبيئه بتاعته والكلام ده كله. الفيسبوك كمان بيبقى مليان ناس من قطاعات مختلفه، يعني مثلا الحد اللي عايش في القاهرة غير الحد اللي عايش في مكان ريفي غير الحد اللي عايش مثلا في دولة بره أو كده. كل واحد هيقول لك النصيحة من وجهة نظره هو، على حسب خبرته، على حسب المكان اللي عايش فيه، على حسب الحاجات دي كلها. فترجع الأم أو البنت أو أي حد بقى منزل مشكلته دي هيبدأ ياخد كده ينقي ويعمل وخلاص، هتلاقيها بتأذي نفسها أكتر، ممكن تصيب وتطلع صح، بس في حاله الاذى هيكون اكتر. يعني خليني اقول لك انا كحد متخصص مثلا لما بتجيلي مسج على الفيسبوك او حاجه، انا عندي المشكله الفلانيه تنصحيني بايه؟ ولا لا انا محتاجه تفاصيل، وغالبا مش بدي نصايح كده، يعني بدي نصايح عامه، ولا انا هديكي نصيحه عامه بتقول كذا، بس عشان اعملك دراسه حاله او اشتغل معاكي بشكل تكنيكال قوي لا، انا محتاجاكي تجيلي ونقعد ونتكلم ونعمل مقاييس بقى ونعمل اسئله معينه واختبارات وحاجات ونتاكد بالظبط ايه الانسب حل ليكي، ايه انسب طيب حاجه تناسبك. طيب يعني ده في حاله لو في مشكله. طيب كل ام لما بتخلف بتقول انا، او ام او اب بيقول لا انا عارف اربي، انا يعني التربيه دي انستينكت او حاجه طبيعيه في الانسان بيتولد بيها هيعرف ان هو يربي. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لا هي دي برضو انا بشوفها من ضمن الافكار الثقافيه المنتشره جدا، واي حد بيقول وانا كمان نفس، يعني في ناس كتير على البيج مثلا على الفيسبوك يقولوا لي ايه، لا هو انت هتعلمينا ايه زياده؟ ما احنا اهالينا زمان ربنا يديهم الصحه علمونا وربونا وكبرونا وبقينا كلنا في مناصب كبيره وما كانوش اصلا متعلمين مثلا. بس خليني اقول لحضرتك حاجه، اولا المجتمع اتغير، بقى فيه تدخلات كتير جدا من اماكن كتير مختلفه، وخليني اقول لك برضو ان مش كل الناس في مناصب هي سويه نفسيا، مش كل الناس في مناصب هي عايشه في راحه نفسيه وفاهمه هي بتعمل ايه. ناس كتير قوي صراعاتها اكبر منها حتى لو كانت في مناصب او في بوزيشنز كويسه وكل حاجه. طب ما تيجي ارجع لحد متخصص، ليه اكابر؟ يعني ليه اكابر؟ ودي برضو لمستها كتير في شغل الحضانات، ان ممكن الطفل بيبقى عنده مشكله معينه او عنده حاله خاصه او يعني بتلفتي نظر الام ليها، امهات بتنهار بتبكي، لا انا ابني استحاله يبقى كده، انا ابني استحاله يبقى عنده سمات توحد مثلا، او ما تقوليليش ان انا ابني سبيشال كيس او احوله لمكان او اختبار. ليه يعني ليه فكره ان انا انكر انه انا حد طبيعي انسان وبخلف طفل انسان عادي، ووارد اني اتعرض لاي مشكله او الطفل ده يبقى عنده اي مشكله سواء سلوكيه او نفسيه او اي حاجه. طب ما اشتغل عليها والاقيها يعني في سن صغير واسمع كلام المتخصصين او النصايح اللي بتتقال من اهل الخبره، وبناء عليها هنحلها وهنلحقها بدري بدري. لكن الناس بقى تكبر وتقول لك لا او انا ابني استحاله، يعني مش فاهمه ليه، يعني برضه يعني اشمعنى انا ابني استحاله؟ ما هو الطفل ده زيه زي اي طفل عادي. دايما بيبقى فيه زي نورمز معينه او قواعد معينه في المجتمع، شايفين ان لا ما ينفعش، لا ده ينفع، لا في زي كده قواعد معينه، فالناس ما بتبقاش عايزه تتغير عنها، مع ان دلوقتي الدنيا اختلفت، بقت القواعد كلها بتختلف والدنيا بقت منفتحه اكتر ومشاكل، كل حد بقى يقول انا بروح لدكتور نفسي او بروح لللايف كوتش او بروح لكذا عشان اعالج المشكله الفلانيه. فعشان كده احنا بنوضح ان لما الواحد يكون عنده مشكله لازم يروح لحد متخصص. طيب انت تنصحي لما الواحد يكون عنده مشكله ولا قبل ما الواحد يكون عنده مشكله؟ بصي دي بقى يعني انت اكتشفتها امتى؟ انا حسيت كده بتغيير او بحاجه يعني مش مريحاني قوي، لا ابدا روح على طول، ما تستناش لما الوضع يسوء، لانه برضو بتجيلنا في جلسات تعديل السلوك بتيجي الام او الاب يقول لك ايه، انا جربت كل حاجه وكل الطرق مش نافعه، وسمعتها بالنص كده بالظبط، انا جسمي وجعني من كتر ما بضربه وما بيجيبش الضرب معاه نتيجه، كارثه. وتلاقي بقى الطفل اللي داخل بقى مجننهم ده مثلا ايه 10 سنين 9 سنين ممكن اصغر بكتير كمان،
والله بسمع ام ممكن تقول لي انا ابني مطلع عيني ومجنني وتقعد تشتكي تشتكي تشتكي، تقول لها ابنك عنده كام سنه؟ تقول لك 3 سنين. عيب 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 فيكي انت كأم وطول بعرضه كبيره وبوزيشن ومتعلمه وكل حاجه، وتقولي ابني هو اللي بيعمل، لان اصل الطفل مش هو الليدر بتاع البيت. صح، بس ما ننكرش ان في شياطين صغننه بيتولد، يعني بيبقوا شياطين كده. عندك حق جدا، بس الفكره ان انا احط الموضوع او اقيم الموضوع صح. يعني الاطفال او الطفوله من احتياجاته ايه؟ احتياجاته الاساسيه انه يتحرك كتير وانه يخرج كتير ويبقى عنده يعني اجتماعيات، فانا طول اليوم او طول الاسبوع قافل عليه في البيت ومش بنخرج، سواء بقى ما فيش وقت او سواء اسباب اقتصاديه او اي حاجه، انا حرمته حق اساسي من احتياجاته. طيب ما طبيعي ده يعني نتائجه انت شايفه هتبقى حاجه طبيعيه؟ يعني انت تقصدي الطفل ما بيتولدش بالحاله دي؟ لا، هو دي نتيجه عن خلل ما الام ما اديتهولوش. بالظبط كده، وده اللي احنا بنعمله بقى. يعني بتجيلك برضو بعض الام او الاباء بيبقوا مستنكرين، انت هتعملي ايه؟ يعني انت هتعملي ايه احنا ما عملناهوش؟ مع ان الحل بسيط قوي. انا برجع تاني لاحتياجات وصفات المرحله السنيه اللي الطفل فيها، وبراجعها مع الاب والام واشوف ايه الخلل فين، وتعالى نعمل ده. الناس اللي بتستجيب بنلبس نتائج من اول، عايزه اقول لك يعني من اول شهر. الناس اللي بتبدا بقى تكابر ولا ده اصل ده مش هينفع واصل ظروفي مش عارف ايه، اصلا هنحل ازاي؟ يعني انت متخيل انا كحد متخصص، انا مش ساحر، وانا مش او اي حد فينا من زمايلي، احنا مش بنضرب بعصايه على الطفل بنحوله لحد مطيع وجميل وبيسمع الكلام وكده، لا، احنا بنرجع للصفات والاحتياجات بعد المرحله بتاعته، بنشوف ايه الخلل فيها او الحته اللي واقعه منه ايه وبنشتغل عليها. لان فعلا مش شرط الاهل يكونوا عارفين بالظبط ايه الصفات اللي الطفل محتاجها في الفتره دي. يعني بالزبط. دايما الدكتور هو اللي بيعرف او المتخصص هو اللي بيعرف وبيراجع كل الحاجات والاحتياجات في الفتره دي ويشوف الخلل فين فيقدر يقولها للاهل، لان فعلا التربيه من اصعب الحاجات الممكنه، واللي تقدر تقول ده برضو اللي اشتغلت كمدرسه، لان المدرسه علشان تعرف تتحكم في فصل، يا نهار ابيض. انا اول يوم اشتغلت فيه كمدرسه انا طلعت انا قلت دي اصعب شغلانه في الوجود كله، ان الواحد يتحكم في عدد كبير من الطلبه، وانا كان عندي كمان مش عدد كبير، انا كان بيخش نص فصل واوقات تلت فصل، يعني كان العدد اقصاها 10 اطفال 12 لو ضربت 12 طفل عشان اتحكم فيهم، دي حاجه صعبه جدا. فمن اصعب فعلا الحاجات هي التربيه، تربية والتحكم في الأطفال بشكل صح مش بشكل غلط، لأن ممكن واحد يتحكم بشكل غلط يوصل نتائج عكسية. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض إن شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، وهنكمل دلوقتي مع الاستاذه اسماء يوسف، مدرب مهارات حياتيه وتربويه معتمد. احنا كنا واقفين بقى عند حته مهمه، وهي سؤال مهم جدا، لما الاهالي يبقى عندهم مشكله مع ولادهم يروحوا لمين؟ مين التخصصات اللي تنصحي بيها بالظبط؟ تمام، بصي خليني اقول لك في التخصصات، لانهم بيتشتتوا قوي في الجزء ده. اولا انت عندك حد اللي هو طب نفسي، خريج كليه الطب وتخصص بعد كده طب نفسي، ده احنا بنروح له لما الموضوع يبقى محتاج ان انا اخد ادويه، او الطفل مثلا في بعض الحاجات المعينه بيكون محتاج ادويه، فانا مش اول حد اروح له خالص الطبيب، لان الطبيب ده تخصصه يدي دواء، هيديك دواء وقد ما يعني ممكن ما تحسش بالنتائج اللي انت محتاج ايه غير الدواء. ممكن هتروح لحد خريج اداب قسم علم نفس ويكون تخصصه اطفال، لانهم يعني بيختاروا بعد كده هنشتغل مع الاطفال مثلا او هنشتغل مع فئه عمريه ايه بالظبط، فدور على حد يكون تخصصه خريج مثلا علم نفس او خريج ادب اجتماع او خريج خدمه اجتماعيه، وطبعا كليات التربيه. تمام، دول اهم حاجه. في بعض الناس التانيه بتعمل شيفت كارير مثلا او بيدخل المجال بشكل ما، بس دور على حد عنده فعلا خبره، عنده شهاده من مكان معتمد، يعني حقك تطلب الكارنيه بتاعه وتطلب الشهاده بتاعته، مش اي كورس بقى 3 ايام واربع ايام ونطلع نقول انا خبير وانا استشاري والكلام ده كله، لان مش بتلاقي النتائج اللي انت محتاجها، وللاسف ده بيديك انت يعني
باد اكسبيرينس بقى، انا بقى مش خبره سيئه. اه يعني انا مش عايز اروح لحد متخصص تاني، ما انا جربته وما جبتش نتيجه، ما انا دفعت فلوس على الفاضي، فانت اصلا توجهت غلط او رحت لحد غلط، فخلوا بالكم قوي. وحقك تطلب الشهاده بتاعته او الكارنيه بتاعه او اي حاجه تثبت الحد ده تخصصه ايه او خبرته ايه. تمام. في بعض برضو يعني بعض الناس بتقدم كورسات سواء تاهيليه قبل ما بنتجوز اصلا او في مرحله حديث الزواج، عشان برضو الاولاد في السن الصغير او الحاجات دي كلها بنتعلم الاسس اصلا بتاعت سواء ارشاد زواجي او ارشاد تربوي. ممكن تحضر الكورس ده، ما يعني بلاش نكابر، انا دايما بقول للناس بلاش نكابر، احضر وشوف الاستفاده اللي هتاخدها وما تستناش لما المشكله تحصل. خليك دايما في حاله يعني انا اهلت نفسي وانا جهزت نفسي للموضوع قبل ما ادخله اصلا. تمام. عايزه اقول لكم ان الاستاذه اسماء يوسف الحقيقه اول ما دخلت وقعدت على السفره دي انا متوتره جدا من ريحه الاكل ومنظره. فبما انك متوتره هو يوتر بصراحه، يعني جميل قوي بصراحه، يعني حق يتقال توتر، فانا هوترك اكتر بقى دلوقتي. عايزينك انت تقولي اخر حاجه نفسك تقوليها، يعني نفسك تقوليها اي حاجه نفسك حاسه ان لا ده لازم نتكلم فيه دلوقتي قوليه. طيب اكتر حاجه بحب اقولها قوي للناس اللي هو اول ما بسمع كلمه مبروك المدام حامل، نعمل ايه؟ شكلك مش متوتره خالص. مش متوتره، مدربه يعني، هعمل ايه؟ شفتوا بقى حضرتك بعد الاختبار مفيش توتر خالص كده، اكدت. اول حاجه فكره زي ما ببدا اجهز بقى باخد فيتامينات واخد ادويه واتابع مع الدكتور والكلام ده على الجانب الصحي، خليه برضو الاب والام يقعدوا مع بعض. مبدئيا واحنا بنختار شريك الحياه لازم يكون بينا توافق فكري، دي ما فيش فيها فصال، والتوافق الفكري ده ان احنا مش لازم نبقى زي بعض، احنا حتى لو مختلفين فاحنا قادرين نتفهم الاختلاف ده. طيب فيما يخص التربيه الاختلاف ده ما ينفعش يظهر، هو ده في اختلافات فظيعه للاسف وصعب تتعرف قبلها. ما هو لو احنا بقى بنقعد وبنتكلم وبنروح لمتخصصين وبنتابع وحاطين يعني مش بنتجنب الموضوع، ما احنا مشكلتنا ان احنا بنعمل ايه دايما، هو سيستم ماشي في البلد على كل القطاعات كده، انت بتهمل الحاجه لحد ما تحصل المشكله فتبدا. بس صعب ازاي قبلها؟ يعني حد مثلا بعد ما يخلف يكتشف نفسه انه بيهتم بزياده جدا بالاطفال وعلى طول يلوم غيره انه ما بيهتمش، والتاني ما بيهتمش كده زيه عشان طبيعته كده، فيحصل على طول مشكله ما بين الاثنين. طيب دي يعرفها ازاي قبل الجواز؟ بصي هقول لك حاجتين، اول حاجه مثلا حضرتك اول ما بداتي كاعلاميه اهلتي نفسك مثلا كورسز او اي حاجه، بس وانت شغاله حلقه مع حلقه مش بتاخدي اكسبيرينس اكتر، مش بتقعي في اخطاء بتصلحيها المره اللي بعدها. التربيه نفس الكلام، اي حاجه في الحياه احنا بنعملها بنبدا واحنا ماشيين مع بعض، طول ما انا بلاحظ وبقيم وبصلح اللي انا بلاحظه ده اول باول خلاص انت ضمنت، خلاص كده. دي حاجه. تاني حاجه احنا نقعد مع بعض قاعده كده صغيره هنعمل فيها حاجه اسمها الخطه التربويه. انا لو هفتح شركه دلوقتي واقعد مع الشريك بتاعي او مع الموظفين بتوعي، مش احنا بنحط بلان ونحط اسس كده انا هعملها؟ حط الخطه بتاعتك، هتركز على جانب خمس جوانب مهمه قوي للطفل. الجانب العقلي، طفلك ده عنده جزء كده لازم يفهم ويركز ويسال وانت هتجاوب على الاسئله والحاجات دي، هتحط جانب نفسي المشاعر والاحتياجات بتاعته النفسيه، تحط جانب اجتماعي لازم يبقى عنده اجتماعيات ولازم يخرج ولازم يشوف الناس ولازم يشترك في انشطه مختلفه، هتحط جانب جسمي ازاي يهتم بجسمه بنظافه جسمه. بركز قوي مع الحته دي برده الجزء بتاع التربيه الجنسيه عشان الهويه الجنسيه ونعرف ازاي نتعامل مع الولد والبنت وما نشوفش بقى المشاكل، لان بتبتدي من الحضانه، من قبل الحضانه، من سنه ونص يا ستي. انا بنصح الناس من سن سنه ونص نبدا نركز قوي في موضوع التربيه الجنسيه والهويه الجنسيه ده والخصوصيه الجنسيه. ده عايز حلقه لوحده عشان الواحد يقدر يفهم ويفهم، دي صعبه جدا وبالذات مع الاطفال، وهي مهمه جدا جدا، اولا عشان ما يتعرضوش لحاجه بالظبط، وثانيا عشان هم تلقائيا اطفال من صغرهم ممكن يهبلوا ويعملوا حاجات غلط بدون ما فاهمين، فلازم يفهموا وازاي اتعامل بقى لما اشوف حاجه غلط كده. بالظبط. بلاش نأفور وخلينا نهدى ونفكر هنحل ايه. اخر جانب بقى كان الجانب الديني او الروحاني او الايماني عند الطفل، ان انا برضو بفوكس على الحته دي. خمس جوانب اهم، اقعد مع يعني الزوجين يقعدوا مع بعض يحطوا البلان بتاعتهم على الجوانب دي، وحط كل جانب اكتب فيه يعني سلوكيات بقى تقدر تلاحظها زي كلمة الصدق، زي كلمة الأمانة، هعلمه ازاي الصدق، هعلمه ازاي الأمانة، هعلمه اجتماعيات، هشترك له في ايه الجزء البدني او الرياضي مثلا، ايه الاكل اللي هأكله له من هو صغير عشان اعوده عليه رياضة معينة، ايه الحاجات دي. عارفة احنا لو حددنا الحاجات دي هتبدأ من احنا اهو من قبل ما البيبي يجي اصلا
لقينا الاختلافات، انا كاب لا انا عايز كذا، انا كام الناس تبدا تتخانق على هنسمي ايه. ويبقى لو انا معايا الشريك ده احنا متوافقين مع بعض وكويسين مع بعض، هنقدر نوصل لحل وسط، حاجه ترضي جميع الاطراف. عملنا البلان دي في النص، اي حاجه لاحظناها يا اما نقرا يا اما نرجع لحد متخصص. يعني ممكن نسال اهل الخبره طبعا واهالينا والكلام ده، بس بلاش اعتمد على جانب واحد. صح كده. انتي نورتيني النهارده، ميرسي جدا يا سالك، مبسوطه جدا معاكي. ميرسي، شكرا يا حبيبتي. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا، واشوفكم بكره على الهوا ان شاء الله. باي باي.